السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وسلم يا رب تسليما كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. من داخل اسكندرية أجدد التحية لحضراتكم، وعنوان الحلقة ثلاث صواريخ رمضان لازم تجيبهم مع فانوس رمضان. ولكن قبل أن نبدأ، عنوان الصيدلية الإسكندرية الدخيلة البحرية بجوار مدرسة الدخيلة الإعدادية أمام جزارة كواكب، مواعيد تواجدي بعد 6:30 مساء يوميا عدا الجمعة. وبالنسبة للأخوة القادمين من الدول العربية وكافة محافظات مصر، عنوان الصيدلية موجود على جوجل ماب تحت اسم عنوان صيدلية الدكتور محمد الأفواص. ثلاث صواريخ لازم نجيبهم في رمضان عشان نحسن الصحة ونعطي طاقة ذهنية وطاقة بدنية. لازم الثلاث صواريخ دول يكونوا موجودين. ما انا مش ضامن الصيام هيعمل معايا ايه، انا عايز يبقى في قيام وتهجد وصلاة وقراءة قرآن. طب انا عايز حاجة تقويني، يبقى لازم الثلاث صواريخ دول يبقوا معايا لا مفر. اول صاروخ رويال بروفيت 5000 بيحتوي على الرويال جيلي غذاء ملكات النحل، والبي بولين حبوب اللقاح، والبروبوليس ده مضاد حيوي وطبيعي، ومعاهم فيتامين اي اللازم للذكوره والحيويه والنشاط. اهو دي 20 زجاجة بتشرب كده بعد الفطار كده او قبل صلاة القيام. العلبة على بعضها ب590 جنيه، محدش يكلمني في الاسعار. اوكرانيا وروسيا مبهدلة الناس كيانات. امبارح في بنك افلس، ربنا يستر. كان في مرة واحد كده ضمن مجموعة كده، واقفين قدام الضابط كده، فبيقولوا له انت هتشغل ايه وانت شغال ايه؟ ده اللي شغال حداد واللي شغال فران واللي شغال بتاع. وبعدين جاء على عيل كده، عيل طاري كده، قال له انت هلا شغال ايه؟ بمناسبة البنك يعني، وانت هلا شغال ايه؟ قال له منكيف يا فندم. قال له شغال ايه بتقول ايه؟ قال له شغال في البنك. بنكيف يا فندم. تاني صاروخ الجينسنج مارنيز. جينسنج مين؟ جينسنج مارنيز، تلك العبوة الرائعة من إنتاج شركة مارنيز القادمة لك خصيصا من أسبانيا. ما هو ده برضو قادم من أسبانيا وتبع شركة مارنيز، الصرح العالمي العملاق. 590 جنيه دلوقتي الكلام معاه بقى بفلوس يا جدعان. 590 جنيه ده ثروة قومية. ده بقى عايز افرجكم عليه. الجينسنج مارنيز عبوة من الداخل رائعة الجمال، رائعة الجمال وجذابة جدا. كبسولة بعد الإفطار أو قبل صلاة القيام أو قبل ما تعلق النجف. عادي ما تعلق النجف في رمضان بعد الفطار، ما فيش أي مشكلة. هذه العبوة سعرها 500 جنيه. يبقى 500 جنيه و600 جنيه 1100 جنيه. نيجي بقى للصاروخ الثالث اللي بيحتوي على توليفة من الفيتامينات والأملاح المعدنية وأيضا اللوتين المحسن للإبصار للناس اللي فوق 50 سنة. أين هو؟ السنترم سيلفر From A to Zinc سنترم سيلفر. هذه العبوة 450 جنيها. 450 جنيها 100 قرص 100 تابلتس. يبقى كده 600 500 450، يبقى كده الحسبة كلها 1550. الله يكون في عون الغلبان. بس انا هجيب لكم برضو الناس الغلابة، الناس اللي محتاجة حاجة رخيصة، هعمل لهم حلقة للحاجات الحنينة. ولو ان الحاجات الحنينة
أصبحت الآن غير متوفرة في سوق الدواء المصري أو العربي أو الإفريقي أو الشرق أوسطي أو العالمي. ربنا يستر ويحسن ختامنا ويطلعنا منها على خير. إحنا دلوقتي بناكل يوم ونصوم يوم، مش صيام بقى 16 ساعة، لا، صيام 24 ساعة. نعم نعم، إن الصيام جنة، إن الصيام صحة وتوفير للمال. دمتم يا رب بصحة وعافية، ولا احتجتوا أي طبيب ولا أي صيدلية ولا أي دواء. ولا تنسوا ذكر الله والصلاة كثيرا على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والرسل. شكرا على طيب المتابعة، على أمل في اللقاء القريب. تيكيرو موتشو مي أموري سينيوري، إني أحبكم في الله بكل لغات العالم، فردوها علي. السلام عليكم.